وصف الإسلام في أرض العراق صفحة بالخنوع والخضوع والنفاق وجميع خائفون من تقارير الرفاق ولقد عم على الشعب البلاء وإذا بالشمس تشرق من جديد قام في الإسلام صدر كالحديد صاح كلا ثم كلا يا يزيد صار بالدين كسير الأنبياء أرجع الإسلام غضاً وقوياً فتح الحوزة في أرض علياً أوجب السير بأمر مولوياً كان نبراسا لكل الأولياء كم من الأعداء ظلما قد تحمل قتلوه ثم بالقتل تجمل مصطفى أيضا شهيد ومؤمل قد روت أرض الغري خير الدماء منعت ذكراك عنا ذا العشية منعت ذكراك عنا ذا العشية وقحين ثم أصحاب القضية عجل الله لهم كل بلية في القلوب سيدي صار العزاء في القلوب سيدي صار العزاء صفحة ثانية من كربلاء.